السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المرأة في مشار الأرض ومغاربها، نوريك الجمال الرباني. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هانتوما تشوفوا السما كيف دايرة، السحاب، الأمور. إن شاء الله تكون المسبح لله سبحانه وتعالى والذاكرة له. اليوم جيت بغيت نقطع السبانخ أو ما يسمى بليزيبيناغ سبيناتشي، بغيت نصوب بهم إن شاء الله واحد الوصفة، وقلت نشارككم. هذا هو السبانخ، غنقطعهم ان شاء الله بسم الله، وغنحاول انني نوجد بهم واحد الوصفه عزيزه على الزوج مده هادي. وانا باغا نصوبها ليه، كنا كنتسناو في السبانخ، عندنا سبانخ ولكن عندنا ديال الكونجيلاتور، حنا بغينا هادي اللي طريه باقي الله كبرات. ان شاء الله تعالى غنقطعو ونرجعو للسبانخ اللي قطيت دابا. في التقطاع ديالها لقى شويه صعوبه لان الارض رطبه بزاف، ملي كتجي تقطعها وكيتهز الجذر ديالهم وكل شيء، يعني خصك ديرها بشويه باش يبقى الجذر لتحت باش عاوتاني تجي الخلفه الاخرى. ان شاء الله ملي قطعنا هادو يخلفوا عاوتاني وينوضوا وحدين اخرين ان شاء الله وتعالى. كذلك جيت نقطع شلاضه تبارك الله معشه، هيا شوف شحال كثرات هانتوما تبارك الله، هادشي كله شلاضه تبارك الله معشه، خلفت بزاف. كاينين ثلاثه الانواع ديال الشلايض، راني كنت وريته لكم. ها هو غسلته، وصلته على برا هنا الكرسي ليها، غسلته هنا على برا. ها هو غنحاول ان شاء الله نبخره، ما غاديش ندير لك الطريقه اللي كيديروه صوطي بزبيده ومليحه وكيديوه ويجيبوه في المقله، نو غنديرو انا بالطريقه اللي كنديرو ديال البقوله، يعني غنبخره وان شاء الله نتلاقاو. هذه شويه شلاضه هي، ها هي حتى هي غسلتها حتى تسقطر، نتلاقاو ان شاء الله تعالى. السبانخ اللي قطعت غنخدم بها ان شاء الله لي رافيولي، واحد الماكله كيديروها هنا منطقه بيمونتي، منطقه روكا هنا في ايطاليا، ولكن هذه المنطقه معروفه بها، يعني النهار الكبير اللي كيكون عندهم المناسبات الضياف كلشي كيكون ضروري طبق رئيسي عندهم ضروري ومؤكد. انا نخدمها معكم ان شاء الله. بعد ما درت السبانخ فوق يطيبوا في البخار يعني بالكسكاس نفوروهم، انا ان شاء الله غنخدموا العجينه. العجينه عندنا هاد الدقيق، ها هو بحال الفينو ديال هنا، الدقيق ديال هنا تقريبا كيشبه الفينو، هو اللي غنخدم به. انا غندير كيلو هنايا، هي كتسمى باستا دي ووفا، زعما سميتو عجين مصوب بالبيض. بالنسبه للمشكل الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكبده ولا مشاكل ديال هذا كل بيض شويه كيجيهم او الكوليسترول كيجيهم مشكل ديال البيض بزاف، ممكن يدير الطريقه اللي غندير انا دابا. انا غندير نص، عندي كيلو يعني خصني ندير لي 10 البيضات، انا غندير لي 5 البيضات، والقياس ديال 5 الاخرين غنديرهم بالماء، والماء العبار غادي يكون بالبيضه، يعني القياس ديال البيضه هي اللي غندير باش غنعجن بها هاد العجين باش غتعطيني امبات اللي غنخدمها بالماكينه ان شاء الله. ها هما هنا درت 5 البيضات، يعني 100 غرام فيه بيضه او 100 غرام فيه 100 مليلتر ديال الماء. بيضه ها هي حاولت انني نحلها شويه من الفوق وغنحاول نعمرها، غنديرها 5 المرات ديال الماء ان شاء الله تعالى باش يجي القياس هو هذا هالاولى، وغنزيد 4 اخرين ان شاء الله باش نعجن العجين. العجين بلا ملح بلا والو، انا كندير الطريقه ديال هنا، ولكن غندير فيها قبيسه الملح شويكيك على حساب داكشي اللي سبق قلنا، اما هما ما كيديروش فيها نهائيا الملح. ها هي من بعد ما جمعناها العجينه ديالنا، ها هي غادي نغطيها. درت الطريقه اللي كيديروا هما، يعني ماشي داك عجن دلك كلشي، هما كيدخلوا فيها الدقيق مع بعضياتها وكيديروا حتى هما قياس قليل. انا درت كيلو لانني باغا نحتفظ به في المجمد، هادشي علاش باغا نصوب منو اللي نصوب ونحتفظ بالمجمد باش نصوب مره وحده، وهكا نبقى كل مره نطيب من هاد الزوج لانها كتعجبهم وكدير عندهم في المناسبات، يعني كي يعني عندهم اكله مميزه ما كتسناش تجي المناسبات، يعني كنديرها ليه الوقت اللي كندير كنحاول نبدل ليه. هي هادي غنحاول نغطيها بمنديل بحال هكذا، منديل نقي ونخليها. ها هي السبانخ ديالنا بعد ما فورتها درتها تسقطر شويه، انا غنزيد فيها مليحه شويه الملح
لان سبق لي قلت لك العجين فيها شويه كيكس ديال الملح، هما اصلا ما كيديروش الملح. غنزيدها جبن او ريكوتا، ممكن صوبيتها عندك في الدار، انا هذا اللي شريته جاهز. وغنحاول نخلط هاد العناصر مع بعضياتها، وغنديرها حشوه لهاد العجينه ديالنا، ماشي العجينه كلها، على واحد القياس تكمل لي الحشوه. واللي بقى غنديرو سميتو باستا ديالهم هما. ها هو العجينه نقطعها بحال هكا باش غندوزها في الوراق. وكندوزها في الوراق. هاي العجينه كلها طلقتها، خليها يضربها البرد، ومن بعد عاد غنطلقها باش غنخدمها ان شاء الله. قالب هو ديال لي رافيولي، هو هذا قالب. اول حاجه غندير ليه انني نرش شويه دقيق بحال هكا، نرشو كامل بالدقيق باش ما يلصقش ليا العجين ديالي. وغناخذ هاد العجين اللي ورقت، غناخذ نطلقها بالماكينه. ها هي من بعد ما لبسها القالب، ها هي لبسها، غنحاول انني ناخذ شويه ديال الخليط ديال السبانخ والجبن، نحاول انني كل بلايصه غندير فيها شويه بحال هكا. بحال هكا شويه شويه. ها هي بعد ما عمرتها كلها، غنحاول انني ناخذ الطرف الاخر ديال العجينه ونغطيها بيه بهذا الشكل. القياس اللي محتاجه شتو تبارك الله، العجينه بلا دليك بلا والو، ولكن دقيق الفارينه راها كاليتي، ماشي الفارينه الفينو ديال هنايا، راه كاليتي. شوف تبارك الله كتمشي معاك ما كتقطع ما والو، راني دخلت فيها دقيق ما دلكتها ما والو. ها هي بهذه الطريقه غنرش فوق منها الدقيق، عليها كامله. وغنحاول انني ندوز عليها بهاد الرولو، نحاول نخرج منها البرد كامل اللي فيها بحال هكا. من بعد كنقلبها على سطح العمل، وغادي نقطعها في هذا الشكل بالجرارة، بطبيعة الحال بالجرارة. بعد ما قطعتهم غنحاول انني نهزهم ونديرهم هنا في بلاطو بهذه الطريقة. بحال هاد الشكل، وغندخلهم الفريغو من انا كمل بلاطو كامل، غندخلهم الفريغو حتى يجمدوا، وعاد غنهزهم وغنديرهم في ميكا ان شاء الله، عاد ندخلهم. ها هما بعد ما جمدوا لينا انا غنحاول نديرهم هنا في كيس غذائي ونحتفظ بهم الوقت اللي نحتاجهم نطيبهم. ها هما شتيهم كل وحده جمدات بوحدها، ها هما يعني غناخذ القياس اللي بغيت. هذه هي الطريقه اللي درت، هما كيديروهم في ديك الساعه وكيطيبوهم في ديك الساعه. ثاني شي حاجه غنطيبها ان شاء الله هاد العشيه للزوج ماشي ليا انا، ولكن هما كيطيبوا القياس اللي كيبغيو ياكلوه هما،
30 حبة كيديروا لواحد ملي كتكون عند المناسبات حتى 32 حتى كياخذ كلشي عاد اللي بغى الزياده وبقى راه كيزيدوا. انا ملي شفتهم كيديروا هذه الطريقه قلت علاش لي ما نوليش نصاوب بكثره ونوليه كاينه مره في السيمانه نطيبها لي، راه كتشد شويه الوقت، مره في السيمانه نطيبها لي نغير ليه شويه داك الروتين. بحكم الاكياس عندي كبيره راني يعني كندير هذه الطريقه ها هما ونحزمهم. نحاول نخرج منهم الهواء ديالهم. بعد مره هذه اللي كتسمعوا فيه ها هما غنحتفظ بهم المجمد الوقت احتاجيتهم نخدم بهم ان شاء الله تعالى. هذه هي الوصفه ديال اليوم، مره اخرى ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الطياب. الطياب ديالهم راه بحال لي نيوكي دي ديجا طيبتهم، مره اخرى ندير لكم لان الفيديو ما عنديش لاسباس بزاف باش نكمل لكم الفيديو كامل. يلا نخليكم على خير. الزمور يا روكا ديال ايطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.